نشرة منتصف الليل الأخبار، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. وفاة كهل متأثرا بإصابته في مواجهة وسط طبربة وإصابة 5 أمنيين بجروح متفاوتة الخطورة. الشاهد يزور الصيدلية المركزية ويطلع على المنظومة الإلكترونية لتزويد المستشفيات بالأدوية وحسن سير توزيعها. خلال جلسة استماع في لجنة التونسيين في الخارج، النواب يطالبون بتطوير الاتفاقية الثنائية خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين. أعلن مصدر أمني أن كهلاً توفي متأثراً بإصابة في المواجهات الجارية ليلة الاثنين بين الوحدات الأمنية ومحتجين وسط مدينة طبربة. وأكد المصدر نفسه أنه تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى المحلي في طبربة ومنه إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. كما أصيب إطاران أمنيان وثلاثة أعوان تابعين لوحدات الأمن الوطني في طبربة ولوحدات التدخل في المواجهات الجارية بعدد من أحياء مدينة طبربة بإصابات متفاوتة الخطورة، وفق ما أعلنه لمراسلة وكالة تونس إفريقيا الأنباء كاتب عام النقابة الأساسية للأمن الوطني في طبربة. وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه خلافا لما تم تداوله حول وفاته نتيجة دهسه من طرف سيارة أمنية، فإن الطاقم الطبي الذي تولى مباشرته أكد أن المعني في حالة غير طبيعية ويعاني من مرض مزمن وهو ضيق التنفس ولا يحمل أي أثر عنف أو دهس، كما تمت إحالته على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة. مصادر مسؤولة في وزارة الصحة أكدت من جهتها أنه تم الليلة عند الساعة 9:55 تم تسجيل الوفاة بعد تلقيه الإسعافات اللازمة بقسم الاستعجالي في المستشفى المحلي بطبربة قبل نقله لإنعاشه في قسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة في العاصمة. وفي القصري نقلت مراسلة الأخبار هناك استنادا إلى مصادر أمنية أن بعض وحدات الجيش الوطني والفرق الخاصة لحماية المنشآت التابعة للحرس تمركزت لحماية المناطق الحيوية في القصرين ومنها المستودع البلدي بعد اندلاع احتجاجات مساء اليوم ومحاولة عدد من الأفراد اقتحامه والاستيلاء على 25 من الدراجات النارية. وفي عدد من مناطق البلاد خرجت مظاهرات وتحركات احتجاجية سلمية تدعو إلى التقدم في استحقاقات التنمية والتشغيل والتمييز الإيجابي للجهات التي عانت التهميش والحرمان، ومنها مدينة سيدي بوزيد وساقيه سيدي يوسف من ولاية الكاف، تحركات أطرتها المكاتب الجهوية والمحلية للاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني التي طالبت أيضا بمراجعة ما تضمنه قانون المالية وغلاء الأسعار. وفي أول تعليق رسمي للحكومة قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إن هناك جملة مطالب مشروعة وأن الحكومة لا يمكنها تحقيق كل شيء والاستجابة لكل المطالب دفعة واحدة، ولا بد من مراجعة ما تم خلال 50 سنة بمشاركة جميع الأطراف المتداخلة من حكومة وأحزاب ونواب ومنظمات ومكونات المجتمع المدني. العديد من المشاريع، العديد من الإنجازات اللي تمت، ولكن نعتقد أنه بعد نقولوا 50 سنة من تمشي الجهة يقول لك احنا 50 و60 سنة من التهميش. 50 و60 سنة من التهميش ماشي مش تتصلح ولا ماشي نصلح الوضع كامل في البلاد الكل في ظرف 2 و3 و4. اليوم مع الناس الكل مع بعضها تعاود تقيم شنية اللي وقع، شنو اللي موقع، شنية من الحاجيات، شنية الأولويات في كل منطقة، في كل معتمدية، في كل ولاية، شنية الأولويات ونخدم عليها مع بعضنا. ولكن وإن ثم احتجاجات، طبعا الاحتجاجات كما شفتوا أنتم الاحتجاجات اللي وقعت في النهار، نعرفش علاش الناس تدعو إلى الاحتجاج في الليل. حتى التأطير تحت جنح الظلام يصبح عسير وعسير جدا. كما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية للأخبار أن القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها سيتم البت فيها بصفة نهائية مع موفى شهر مارس القادم وإصدارها نهائيا وتسوية ملف العاملين في الحظائر. عملية التشغيل والانتهاء خاصة من أشكال التشغيل الهش وخاصة التسوية النهائية لأوضاع عمال الحظائر لعدد كبير منهم في ولاية القصرين، وهذا تم الاتفاق فيه مع الاتحاد على أساس أنه يوم 31 مارس
وهذا اتفاق مع الحكومة، 31 مارس يكون من الانتهاء من أعداد القائمات وبداية التسويات. ملف الجرح وشهداء الثورة زاد كيف وتعهدنا أنه تعهدتم أنه ستنظرون فيها في القائمة النهائية في مارس، سوف نصدر القائمة النهائية وسوف نطوي هذا الموضوع نهائيا. خصصت زيارة التفقد التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد للصيدلية المركزية لمتابعة تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتزويد جميع المستشفيات التونسية بالأدوية وللاطلاع على إجراءات إبرام الصفقات الخاصة بشراء الأدوية. تدخل زيارة التفقد غير المعلنة التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم إلى مقر الصيدلية المركزية في سياق متابعة تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتزويد جميع المستشفيات التونسية بالأدوية والاطلاع على إجراءات إبرام الصفقات الخاصة بشراءات الأدوية. رئيس الحكومة أكد أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لتزويد المستشفيات التونسية بالأدوية ستساهم في تحسين توزيعها. هناك منظومة اليوم إلكترونية متقدمة تمكن من متابعة كيفية توزيع الأدوية في كل سبيطارات الجمهورية التونسية، هذه باش تساهم في تحسين توزيع الدواء، في أيضا مقاومة الفساد، لأنه أيضا باش نعرفوا كل سبيطار شنو فيه بالضبط عن طريق المنظومة الإلكترونية هذه في مستوى المركز. كذلك أيضا تمكننا من توزيع الدواء بين مختلف الهياكل الطبية والمستشفيات في تونس. رئيس الحكومة أشار أيضا بالمناسبة إلى المشاكل التي تعاني منها الصيدلية المركزية وأهمها التمويل والتزويد، والتي كانت محور مجلس وزاري مضيق سيتم العمل على تفعيل القرارات المنبثقة عنه قريبا. منخرط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشتكون من تدني سقف استرجاع المصاريف وطول مدة الحصول عليها، ناهيك أنه هناك أدوية لا يمكن استرجاع مصاريفها. بحث في هذا الموضوع في النقل التالي. تشكيات عديدة من قبل المنخرطين بمنظومة التأمين على المرض، على أهمها ضعف سقف استرجاع المصاريف والذي لم يتطور منذ انطلاق العمل بهذه الخدمة، ناهيك عن بطء عمليات استرجاع مصاريف العلاج وشراء الأدوية. شهرين من اللي صبيتها لهنا وخمسة عشر يوم قبلها عند الطبيب، تو عندنا ثلاثة شهور برابور للي قصوهم الشهرية شوية بالكل. يقص ما نعرفش في حكاية 60 دينار ولا 70 دينار. تخلط وقت يقول لك راه صاي كرنيك وفاء، ما عادش كملت عندي، توفى عليك فلوسك ما كملوش العام، ساعات تخلط كملت وساعات تخلط ما تكملكش. شوية بس ترجع حتى البلافون شوية. علاش البلافون تو البلافون تاع السي ان بي اس يرجعوه في العام 200 دينار. معناتها الرومبورسمون. الدواء معناتها بريسك معناتها ما يرجعش، يقلك أكار وما يصبلكش فلوسك. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يؤكد أن هذا السقف هو للأمراض العادية وأن منظومة التكفل الشامل تتجاوز بكثير قيمة هذا السقف، فيما لم ينفي الناطق الرسمي للصندوق إمكانية مراجعة هذا السقف. الناس كنت تعرف اللي ثم أولوية لمراجعة نظام التقاعد. اكيد بعده باش يجي فرع هام من الفروع اللي هو التامين على المرض، اكيد في بالنسبه للمراجعه هذه مما لا شك فيه انه تنجم تشمل يعني مراجعه السقف معناها في هذا الاطار، يعني معناها رغم الصعوبات قاعده الكلام ترجع معناها في المصاريف نتاعها سواء كان مع مزد الخدمات او مع المضمون الاجتماعي، لكن ان شاء الله شيئا فشيئا قاعدين نتجاوز هالبطء هذا وهذا مربوط بتجاوز صعوبات السيوله. كما اكد صلاح ميدات الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتامين على المرض ان مدونه الادويه المضبوطه من قبل وزارتي الصحه والشؤون الاجتماعيه والتي تشمل كل الادويه المسوقه في تونس تضمن للمنخرطين في الصندوق امكانيه استرجاع مصاريف الادويه المتفق عليها والوارده ضمن القائمة، مضيفا أن منظومة البطاقة الذكية التي سينطلق استغلالها بصفة تجريبية في السداس الثاني للسنة الحالية ستكون حلا لكافة هذه الإشكاليات. تطوير الاتفاقية الثنائية مع الدول التي توجد فيها الجالية التونسية وخاصة فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين كانت من بين المطالب الأساسية التي طلب بها النواب خلال جلسة استماع صلب لجنة التونسيين بالخارج لكاتب الدولة للهجرة لدى وزير الشؤون الاجتماعية.
الإحاطة بالتونسيين المهاجرين بطرق غير نظامية وإيجاد صياغ قانونية مع السلطات الإيطالية بخصوصهم من خلال إدخال بعض التنقيحات على الإتفاقية الثنائية التي تربط تونس بإيطاليا في هذا المجال، وفق ما أفاد به كاتب الدولة المكلف بالهجرة لدى وزير الشؤون الاجتماعية عادل الجربوعي إثر جلسة استماع صلب لجنة التونسيين بالخارج، ونفى أي تدخل فيما يسمى بالعودة القسرية للتونسيين المهاجرين بطرق غير نظامية، مضيفا أن بعض الحالات التي تصل تونس تأتي في إطار صيانة كرامتهم عوض أن يتم استقطابهم من خلال شبكة الإجرام وفق تعبيره. احنا الجانب التونسي أمضينا في عودة قسرية لأبنائنا، مش صحيح، احنا ما أمضينا في حتى اتفاقية تهضم حقوق أولادنا، بل بالعكس احنا نحبوا لهم، يعني وضعياتهم تكون في بطريقة كريمة. اتفاقيات اللي تطمح الحكومة التونسية باش نرجعوها هي فيما يخص الضمان الاجتماعي بيننا وبين الجانب الإيطالي، وعندنا إن شاء الله مشروع آخر لتحسين أو تحيين يعني الاتفاق بالهجرة بين تونس وفرنسا. وأضاف عادل الجربوعي أن المهاجرين غير النظاميين يعيشون ظروفا صعبة في إيطاليا، لكن بإمكانهم الاتصال بالبعثات القنصلية والملحقين الاجتماعيين وفق تعبيره. بعض القصر اللي وصلوا غديكا يعني تمت الإحاطة الاجتماعية بهم وبالاتصال مع الجانب الإيطالي، وبحرص كبير من حكومتنا في أنه الصغيرات هذوما وثم أيضا نساء منهم، وأنه في إدماجهم في تكوين مهني، في إدماجهم في الحياة يعني الحياة المهنية في إيطاليا. وكان محور جلسة الاستماع الاستراتيجية الوطنية للهجرة التي ستعرض قريبا على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، خاصة في ظل ما يعانيه عديد التونسيين من صعوبات في الخارج. في الشأن السوري، سقط ما لا يقل عن 23 قتيلا في انفجار ضخم في إدلب لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. مدينة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية كانت مسرحا مساء أمس لانفجار ضخم اختلفت التأويلات بشأن أسبابه، لكن حصيلته متفق عليها. 23 قتيلا قضوا في هذا الحادث، هناك من أكدوا أنهم ضحية سيارة مفخخة استهدفت مبنى قيادة أحدى الفصائل المسلحة، وآخرون رجحوا أن يكون الانفجار ناجما عن هجوم بطائرة دون طيار. وفي ظل ما خلفه الانفجار من دمار، يقول شهود عيان إن حصيلته ستكون أثقل من حيث عدد الضحايا المعلن، في وقت تسابق فيه فرق الإنقاذ الزمن للبحث عن أحياء محتملين واستخراج جثث القتلى من تحت أنقاض المباني المدمرة والمنازل المجاورة. تأتي هذه التطورات أيام بعد اشتباكات عنيفة شهدتها محافظة إدلب بين الجيش السوري وجماعات مسلحة تتمركز بالمدينة منذ سنة 15 و2000، في محاولة من النظام السوري فك الحصار عن هذه المدينة وفتح طريق حيوية تربط بين دمشق وحلب عبرها، وهي المدينة التي تقع على الحدود مع تركيا، إحدى الداعمين الرئيسيين للمعارضة ضد بشار الأسد. وفي سياق اشتباكات شبه يومية مع الفصائل المسلحة، فك الجيش السوري الطوق على قاعدة عسكرية على مشارف دمشق بعد هجوم شنه بدعم من المقاتلات الروسية، تمكن على إثره من تحرير كتيبة عسكرية يعتقد أنها كانت محاصرة داخل هذه القاعدة العسكرية على يد الجماعات المسلحة. تواصل فرق الإنقاذ جهودها للسيطرة على حريق في ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل الشرقي للصين بعد اندلاع النيران في الناقلة عقب تصادمها مع سفينة شحن صينية. وتزداد المخاوف من حدوث كارثة بيئية في بحر الصين الشرقي بسبب استمرار تسرب النفط من الناقلة الإيرانية، إذ أكد مسؤولون صينيون أن ناقلة النفط تواجه خطر الانفجار والغرق في البحر. في الختام إليكم تذكيرنا بالعناوين. وفاة كهل متأثرا بإصابته في مواجهات وسط بوربا وإصابة 5 أمنيين بجروح متفاوتة الخطورة. الشاهد يزور الصيدلية المركزية ويطلع على المنظومة الإلكترونية لتزويد المستشفيات بالأدوية وحسن سير توزيعها. خلال جلسة استماع في لجنة التونسيين في الخارج، النواب يطالبون بتطوير الاتفاقية الثنائية خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين.
يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.